وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، يسأل ويقول في آخر أسئلته: ما الفرق بين الأثر والحديث؟ الحديث ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال الحديث، والأثر يطلق على ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما ينسب إلى الصحابة والتابعين يقال أثر. والغالب أن الأثر ما يروى عن الصحابة والتابعين يسمى أثر، وما يطلق على الحديث هو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.